مشاهدينا الكرام، حدث ويحدث في تركيا انقسام داخل صفوف المعارضة التركية، حيث انتقل التوتر بشأن مرشح رئاسة لتحالف المعارضة الذي سينافس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى داخل أروقة حزب الشعب الجمهوري. وبرز تيار أتباع زعيم الحزب كمال كليتشدار أوغلو وتيار الموالين لرئيس بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو. إلى الآن لم تجتمع المعارضة على مرشح مشترك ينافس الرئيس أردوغان في سباق رئاسة بالانتخابات التي ستعقد في 24 من يونيو عام حزيران 2023، في ظل المعيقات والتصريحات التي أدلى بها كليتشدار أوغلو الذي يحاول البقاء على خط المنافسة. كليتشدار أوغلو في منعطفات عدة أوحى برغبته في أن يكون منافس أردوغان في انتخابات الرئاسة، ولكن أمام هذه الرغبة يواجه اعتراضات من داخل حزبه وحزب الجيد وبعض الشخصيات المعارضة التي ترى أنه لن يستطيع تحقيق الفوز، ويميلون إلى ترشيح أكرم إمام أوغلو أو رئيس بلدية أنقرة منصور ياباش، فيما يبدي كليتشدار أوغلو عدم رغبته في ترشيح إمام أوغلو أو ياباش بحجة رغبته في أن يستمر في رئاسة بلديتي أنقرة وإسطنبول. لكن خلافات تسود بين الشخصيتين برزت على السطح في الآونة الأخيرة كما يرى مراقبون. محللون أتراك كثر أشاروا إلى أن الخلافات بين إمام أوغلو وكليتشدار أوغلو برزت حتى في وسائل الإعلام التابعة للمعارضة، وأصبح الوضع القائم يشبه الصراع على استحواذ تلك الوسائل الإعلامية. الكاتب التركي محمد أوفر في تقرير على صحيفة صباح التركية أشار إلى أنه على الرغم من أن كليتشدار أوغلو يتجاهل ذلك أو بالأحرى لا يريد أن يراه، فإن هناك صراعا حادا بينه وبين إمام أوغلو يتزايد بشكل كبير. الصحفي المعارض مراد سابونجو أعرب عن قلقه بهذا الشأن، مشيرا إلى أن هناك تباينا بين الداعمين لكليتشدار وأكرم إمام أوغلو داخل حزب الشعب الجمهوري بسبب المرشح الرئاسي، وقد بدأ ذلك يتزايد داخل المقر الرئيسي وانتقل إلى الفروع والبلديات. ويرى الصحفي المعارض أنه إذا ترشح كمال للرئاسة فإن السباق بشأن رئاسة الحزب سيبدأ، وستكون الانتخابات رسمية محفوفة بالمخاطر. ويقول لكليتشدار أوغلو بوضوح إن عليه أن لا يكون مرشحا. الكاتب التركي الآخر أوفر أشار إلى تزايد الصراع أيضا داخل وسائل الإعلام المعارضة، لافتا إلى تفوق الداعمين لأكرم إمام أوغلو على حساب كليتشدار أوغلو بهذا الشأن، لأنه بعد فوزه برئاسة البلدية بدلا من التركيز على تنظيف المدينة والاستعداد للزلازل ركز أكرم إمام أوغلو على الاستيلاء على وسائل الإعلام وإنشاء قنوات إعلامية جديدة، كما أنه استخدم موارد البلدية للدعاية والإعلام. الكاتب التركي عبد القادر سلبي في تقرير على صحيفة حريت تطرق إلى اهتمام الإعلام المعارض هذه المرة بمسألة تصريحات وزير الداخلية التركي سليمان سويلو بشأن تواصل جرى بين كليتشدار أوغلو وفتح الله جولن قبل محاولة الانقلاب بالبلاد في 15 من تموز يوليو 2016، وتابع بأن حزب الشعب الجمهوري بدأ يشهد انقساما بين رؤساء البلديات والفروع والنواب يتمحور بين كمال كليتشدار وأكرم إمام أوغلو، لكن الصراع الحقيقي يدور بين وسائل الإعلام الداعمة لإمام أوغلو والصحفيين الداعمين لكليتشدار أوغلو. مشاهدين، هذه الانقسامات داخل المعارضة التركية قد يكون لها صدى في أن يحصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على رئاسة جديدة لتركيا، فأي انقسام يحدث بين الأوساط سواء أوساط كانت صالحة أو غير صالحة يؤثر على توزيع الأصوات وعلى الانتخابات.